والله العظيم يا أستاذة أنا ما أعرف أي حاجة عن الموضوع اللي أنتوا بتتكلموا فيه ده. مكان سري ومروان بيمس خبي فيه؟ لا 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 لا، ده كلام غريب جدا عليا. وبعدين أنا محامي مش سكرتيرة مروان بيه. أنت بتقول إيه يا أستاذ ماجد؟ أنت أكتر واحد يعرف كل حاجة عن مروان. أنا كنت مراته وبقول لك أنت كنت تعرف عنه حاجات أنا شخصيا ما أعرفهاش. ما تتكلم يا ماجد، الحكاية مش ناقصة لعيبك دي. ما يصحش كده يا أستاذ أبو طالب. يا ماجد بيه أنا ضابط مباحث ودكتور نادر أستاذ في القانون. لو أنت تسطرت على مروان وحصل لكوريا حاجة هتبقى مشاركه في جريمته. لا أنا كده بقى لازم أمشي، أنا مش هسمح بالاتهامات وإن الكلام يوصل للمستوى ده أبدا. لا ده أنت كده بقى يبقى ناويتها النهاردة. طلع تليفونك. لا أنا مش هسمح. طلع تليفونك. افتح التليفون ده هايدي وشوف المكالمات اللي فيه. هو مكلم مروان امبارح بالليل. شفت؟ يعني انا ما اعرفش عنه اي حاجه. استنى استنى، ده في واتساب بعتها له مروان، بعت له فيها صوره كوريا بيقول له هي دي، بيقول له اه. ده انت بقى اللي قايله على كوريا. طب والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ده مروان بيه قال لي اراقب هايدي هانم وابوها، وبعدين قلت له دي معاها واحده حلوه قوي، قال لي تعرفها؟ قلت له لا. راح بعت لي صورتها وقال لي هي دي، قلت له اه هي دي. ما اعرفش اكتر من كده ولا اعرف عنه اي حاجه تاني. لو حصل لها حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. يا بيه احب على قدك يا بيه، عشان خاطر ده، عشان خاطر ده بيه كوريا هتموت من دينا. قول لنا مكانه فين ونمشي صالح باي حاجه. ما انا ما اقدرش اقول لكم على اي حاجه، انا ليا نص مليون جنيه عند مروان، ولو قلت لكم على اي حاجه مش هشوف. انا هدي لك شيك بنص مليون جنيه تقول لنا فين مروان. يا بنت الكلب بتدينا العنوان غلط، اما تويت اللي جابوها. اسمع كلامي يا صاحبي، احنا نطب على الست هايدي هي وابوها، ومن الاخر كده نجوان دي شمال الشمال. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ خشوا يا بنات. نجوان انت اللي جابك، انت ليك عين تورينا وشك تاني؟ معلش يا عمي انا اسفه على اللي حصل كله، وبعدين نفسي حضرتك لو تقول لهايدي ان انا بجد اسفه، ويا ريت لو تسامحني. هو ايه اللي اسف؟ انت دلقت شاي على مكتبها؟ ده انت دمرت لنا حياتها كلها، وليك وشي تيجي تفضلي هاني مع السلامه. يلا. حاضر يا عمي، مش هتشوف وشي تاني، بس انا جيت النهارده عشان اسيب لك اخواتي هنا. اخوات مين؟ واحنا اللي خلفناهم؟ اصلا انا مش هعرف الاقي حد امنه عليهم غيركم. بابا راح اتجوز واحده تانية بعد ما امي ماتت، وانا طبعا مش هعرف اسيبهم عندهم، وانا هعرف اشيل مسؤوليتهم لوحدي. يا ست امك الله يرحمها، احنا ما نجيبش عيال هنا ولا لناش دعوه بيهم خالص، فضل خدي اخواتك واتكل على الله. البنات دول وصيه امي الله يرحمها اللي كانت بتخدمكم طول عمرها، وبعدين ده هي ماتت حتى من زعلها على هايدي. عموما يا عمي انا عرفت ان مروان رجع مصر، وهروح انا اقعد عنده، لان انا وهو سكتنا واحده، وهسيب البنات عندك امانه. يا ريت لو تخلي بالك منهم يا عمي. خلي بالك، خدي اخواتك دول واتكلي على الله. يلا اطلع ولا في. يلا يلا تعبت، يلا انزل زل من هنا. باي تعالي يا عمي. يا سيد باي باي يا عمي، ما تنساش تسلم على هايدي وتقول لها تسامحني. انت تعالى بنت بقول لك يا جداكي، هي دي الفيلا؟ مش عارف شكلها كده. بقول لك ايه؟ اركن ننزل نسأل. اركن هنا. دي نجوان يا دي اللي جاب البنت دي هنا. البنت دي وراها اخبار. بقول لك ايه، ما تضيعش وقت، كوريا في ايد اللي ما يرحمهاش. اسمع مني، اخر سكه البيت في دي مروان. اركب يلا. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. والله على ما كداك كان جاي عشان اي حوار. اسمع لك، كوريا جوه. مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا، مروان جوه؟ هو انت مراقبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى بس. ردي عليا لو اتكلمت انا بقصدك وشي، خليك زي وشي انا. يو بس يا بنت.
آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش آسف. وليه دي بقى كده؟ هنفضل باصين لبعض كتير؟ تعرف إبراهيم كبدكي منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت انت ايه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ انا ما بخافش الا من الخلاق. تمام، يبقى لازم اوديكي ليه، ويبقى منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويس يا بت. الله 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 الله، ده انتوا طلعتوا معرفة قديمة بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان ينقذ ست الحزن، تبقى الحتة بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها حبيبي. يلا بص يا مروان، انا هاخد كوريا وخلاص. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا بنت؟ تمشي ماشي. الف سلام عليك يا كوريا. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص مالك يا حبيبي قلبي؟ مالك يا كوريا؟ خلاص مفيش حاجه. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمنا عليك بس. ايه الدم دوت؟ شرفتي كوريا. كوريا الحمد لله على السلامه يا كوريا. الحمد لله على السلامه. كويسه؟ الحمد لله.